كبد وبائي يضرب الأطفال. وباء بيتكلم عنه العالم كله. النهاردة ليست حلقة للي عندهم أطفال فقط، النهاردة حلقة عن سياسة التعامل مع أي وباء وكيف نراه نحن ويراه الآخرون. إذن هو كبد وبائي ولكن ليس بسبب الفيروسات التي نعرفها. فقلت والله بنفس اللفظ، قلت بعد الفترة دي هنسمع عن أوبئة وأمراض لم نرها من قبل. أهلا بيكم. من 15 إبريل ابتدت تظهر حالات كثيرة للأطفال، وخصوصا في إنجلترا وأسبانيا وأيرلندا، دلوقتي حوالي 9 أو 10 دول. في الوقت اللي أنا بصور فيه الحلقة مات 5 أطفال بسبب هذا الوباء. إيه هو الوباء ده؟ عبارة عن فيروس يدخل الجسم للأطفال من سن 1 لسن 16 سنة، يدي أعراض التهاب الكبد الوبائي. إيه هي أعراض الكبد الوبائي في الكبار والصغيرين ولأي حد؟ أول حاجة تبتدي تجيله مغص، ميل للقيء، إسهال، تكسير جامد قوي في الجسم، تبتدي عينيه وبشرته تصفر، وحرارة. ولكن هذا الوباء أو هذا الفيروس ما فيهوش حرارة، ما بيجيش حرارة للأطفال. ليه الناس ابتدت تاخد بالها منه؟ لان حتى هذه اللحظة اللي انا بصور فيها الحلقة مات 5 اطفال. 17 حالة محتاجة زرع كبد، يعني الكبد فشل تماما، الحياة لا تستمر بدون كبد. فاذا الموضوع خطير. فدي الاعراض، لاي حد يجيله هذه الاعراض لازم يتوجه للمستشفى فورا، كبار او صغيرين. نكمل الموضوع. يجي الطفل اللي عنده هذه الاعراض يروح المستشفى، ده شكله كده كبد وباء، يعملوا تحاليل الفيروسات، يلاقوا اول حاجه انزيمات الكبد عاليه قوي، اكتر من 500، يعني 40 50 ده الطبيعي، دي اكتر من 500. ولكن يعملوا تحليل فيروس ايه، هيباتيتس ايه، كبد وبائي ايه، وبي وسي ودي واي، ما يلاقوش ولا فيروس موجود في الجسم. اذا هو كبد وبائي ولكن ليس بسبب الفيروسات التي نعرفها. واضح الكلام لغايه دلوقتي؟ الكلام جميل. طيب بعد ما الاطفال ابتدوا يحتاجوا زرع كبد، قالوا لا في مشكله، عملوا تحاليل اكتر واكتر، لقوا ايه؟ لقوا في فيروسات في جسم هذا الاطفال من نوع اسمه ادينو فيروس. ايه ادينو فيروس؟ يعني ما كل الناس بتتعايش مع الادينو فيروس، واكتر من 50 نوع ادينو فيروس. ايه المشكله؟ بيعمل ايه الادينو فيروس ده؟ يجي خفيف خفيف كده، يعمل شويه اسهال، شويه مغص، شويه ترجيع، شويه الام في الرئه، وخلاص ويعدي. ولكن في 50 نوع، وده الكلام اللي قالوه، وده الكلام هحط لكم تقرير منظمه الصحه العالميه تحت في وصف الفيديو، ده اللي بيقولوه. ولكن في كلام لازم يتقال اكتر من كده. احنا كده سيبنا كلام دبليو اتش او ودخلنا فكر تاني. لو رجعتوا حلقاتي بنفس اللفظ ايام كورونا، قلت هذه الايام اللي احنا قاعدين فيها في البيوت منعين فيتامين د، منعين الاكسجين بالماسكات، منعين الاطفال يحتكوا باطفال تانيين ويلعبوا في التراب ويلعبوا في الطين ويدربوا جهازهم المناعي، واحنا ككبار اجهزتنا المناعيه ما بتعملش براكتس. النهارده فيروس جديد، النهارده بكتيريا جديده، النهارده واحد عطس في وش الله يعرفه، النهارده ايدي واحد ما غسلهاش ومسك ايدي شغال ماتش كورة، اللعيبة بتسخن طول الموسم. احنا قعدنا جهاز المناعة على دكة الاحتياط سنتين. فقلت والله بنفس اللفظ، قلت بعد الفترة دي هنسمع عن أوبئة وأمراض لم نرها من قبل. وابتدى الكلام يتحقق. يعني ايه قصدك تقول ايه؟ والكلام ده ليه علاقة بالفاكسينات ولا لا؟ عشان برضه ناس كتير قوي بتتكلم عن الفاكسينز هي اللي عملت كده. هرد على الحل ده في رأيي الشخصي، ويثبت كلامي تقرير منظمة الصحة العالمية. بتقول ايه؟ الادينو فيروس موجود في كتير قوي من هؤلاء الاطفال، ولكن هو عمره ما كان بيسبب مشاكل في الكبد الا التقرير تحت منظمة الصحة العالمية، يعني من كبيرهم الذي علمهم الطب، بيقولوا الا النوع 41 بيسبب التهاب مناعي شديد في الكبد، ولكن دي للناس الاميون كومبرومايزد. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندها امراض مناعيه او مناعتها واقعه خالص. امال احنا بنتعامل مع ايه حضرتك هذه الايام؟ مع اطفال مناعتها واقعه، اطفال فيتامين د وقع، اطفال ما بتعملش اي اكتيفيتيز، اطفال بقالها سنتين في ستريس، لا دراسه ولا مولات ولا خروجات ولا فسح، قاعدين في البيت متكدرين بيدرسوا عن طريق الاونلاين، ولا في فيتامين دي ولا سي ولا بياكلوا كويس و و و ومفيش اي تدريب لجهاز المناعه.
نيجي للب الحلقة أو الموضوع الأساسي، إحنا وأطفالنا ناخد بالنا من أي وباء إزاي؟ بصوا بقى، عشان ناخد الأطفال نعلي مستوى المناعة، يجي بقى هيباتيتس، يجي بلا أزرق، يجي اللي ما جاش قبل كده، جهاز مناعتنا ومناعة الأطفال قادر على التصدي على أي مرض في أي وقت في أي عصر. نقول تاني نعمل إيه؟ واحد، امنع الأطفال أكل الحلويات والسكريات تماما. السكر يدخل في الجسم، عشان كده شر الاطفال من فتره زمان قوي لما كان منتشر ما كانش يجي الا في الصيف. الاطفال بره بياكلوا حلويات، بيختلطوا كتير، ما بينضفوش مثلا ايديهم، ما كانش فيه سيوش سيستم او ما كانش فيه مجاري، فسكريات كتير وعدم نظافه شخصيه كان بيجي لهم شر الاطفال اكتر من الشتاء اللي قاعدين فيه في البيت، مع ان الفيروسات المفروض تنتشر في الشتاء اكتر. بس سؤال كده، في الصيف ليه؟ عشان اكل السكريات والحلويات والخروجات. دي اول نقطه، يبقى ممنع السكريات تماما والحلويات، ارجوكم اقلبوها فواكه، حتى الاطفال اقلبوها عسل نحل، اقلبوها حلويات اللي هي بتاعت ربنا، اللي هي التين المجفف، المشمش المجفف، القراصيه المجففه، الزبيب، حاجات حلوه بتاعت ربنا نديها للاطفال افضل من الكلام الفارغ اللي بياخدوه. تاني حاجه، منتجات الالبان المفروض تقف خالص، سواء اقتنعت او ما اقتنعتش طبعا، الا اللي بتربى ده بتاع ربنا، ده شفاء لوحده ده. يعني انا بنتي جالها برد من حوالي 4 5 ايام، ما اديتهاش اي حاجه، قلت لمامتها زودي الرضاعه، ده مضاد حيوي بتاع ربنا. اللبن بتاع الانثى لما الولد بيعيا بتزيد فيه اوتوماتيك نسبه المضادات الحيويه، ولونه بيغمق، تخيلوا يعني هو فاهم، الطفل عيان ندي مضادات حيويه، سبحان الله، يعني مستشفى كامله بادويتها في لبن الاطفال. ولكن اللي اتفطموا ارجوكم منعوا اللبن الا لبن الماعز لو انتوا عاوزين، لانه مش هنفتح الموضوع تاني. يبقى السكريات تتمنع والالبان تتمنع، وارجوكم بطلوا اكل بره انتوا وعيالكم، بطلوا اكل مطاعم، احنا قدام وباء غامض، يجي من اكله، يجي من واحد يعطس جنبك، يجي من اكل ملوث، ما نعرفش الضربه هتيجي منين. بطلوا تاكلوا بره، كلوا في البيت، اعملوا كل الاكل في البيت. النقطه اللي بعد كده، ودي مهمه جدا في اي وباء، ايه هتقول لنا ايه؟ انه النوم بدري ايام الشتاء زي ايام الصيف. الناس اللي بيجي الصيف والاجازه ويسهروا طول الليل برضو احد الاسباب ان امراض الصيف الاوبئه اكتر. فبليز لو سمحتوا النور يطفي خالص على كلنا وعلى كل اولادنا 10 ونص 11 بالكتير، صيف شتاء ده ربع الصحه. الحاجه اللي بعد كده، الفيتامينز، ادوا اولادكم فيتامين دي، ما تخافوش من 800 ل 1000 لكل الاطفال، ما تخافوش من الفيتامين دي الا لو في شمس. خلاص الناس اللي قاعده في الشمس على البلاش ما ياخدوش فيتامين د، مهم قوي جرعة 1000 لكل طفل فيتامين د. فيتامين سي خليه ياكلوا فاكهة كتير، كتروا البرتقال، كتروا اليوسفي، كتروا الكيوي، اعمل لهم ليمون، كل الحاجات، اعملوا اناناس، الجريب فروت، كل الفواكه، البرس كلها، التوت، الفراولة، كل، ادوا الاطفال دايما فروت سلطة. اقنعوا اطفالكم مش هتخرج يا حبيبي الا لما تاخد الفروت سلطة بتاعتك. الفروت سلطة افضل مصدر لفيتامين سي للاطفال. الحاجة اللي بعد كده، اوميجا 3 مهم جدا ليه، والزنك. الاثنين دول اكلتين ثلاثة سمك لو سمحتوا لكل العيلة، بنصرف كتير، زودوا معلش السمك، مهم جدا للاطفال وللكبار عشان الزنك وعشان الاوميجا 3، مهمين جدا. مش عايز اكتر من حاجات، اكتر من كده اللي انا قلته ده يرفع مناعه اي حد قدام اي وباء. هل في صعب؟ هل مكلف؟ هل مستحيل ان انت ترف تنام بدري وتاكل اكل صحي وتاخد شويه فيتامينات ومعادن وتدرب جهازك المناعي؟